سعيت لأن أكون إنساناً يعرف ذاته وقد عرفتها. بحثت عن جوهري فأدركت أن جوهر الإنسان لا يحده جسد ولا بيت ولا وطن ولا دين ولا مذهب، فحدوده كون يحيط به ومنتهاه إلى خالق أبدعه وأنشأه واختار له الأرض موطنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. اللي سمعناه من شوية ده اقتباس من الرواية اللي احنا بصدد إلقاء الضوء عليها أو مراجعتها، هي رواية عهد دميانة، وكان الكلام في سياق وصية أو رسالة أو عهد تركه البطل بطل الرواية يوسف لابنته دميانة. رواية عهد دميانة للكاتب الطبيب الروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، اللي احنا رجعنا له من فترة مش بعيدة رواية اعتبرها من أميز الروايات التاريخية، وهي رواية أوراق شمعون المصري. الرواية التاريخية المميزة جدا من وجهة نظر الكثيرين. اللي لفت انتباهي أو اللي أثار دهشتي إن الرواية الثانية عهد دميانة طلعت بعد وقت مش كبير بالنسبة للي حصل في الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى صدرت سنة 21 أوراق شمعون المصري، بعد فترة ما يقارب من 6 أو 7 سنوات إعداد لهذه الرواية حتى ظهرت إلى الضوء على حد قول الدكتور أسامة نفسه. لكن الرواية الثانية ظهرت في وقت أقل من تقريبا من 2 سنين، وكنت متشوق أعرف إذا كان الرواية الثانية عهد دميانة على نفس مستوى الرواية الأولى أوراق شمعون المصري أو لا، وده اللي هنعرفه معانا في الحلقة النهاردة. يا ريت قبل ما نبتدي المراجعة أفكركم اللي مشتركش يشترك في القناة، وإذا عجبتكم الحلقة يا ريت نعمل لايك أو شير. يلا بينا بقى عشان ما نضيعش وقت نبتدي الحلقة على طول. رواية عهد دميانة هي رواية تاريخية اجتماعية سياسية فيما يخص الفترة اللي بتتكلم عنها الرواية، وهي الفترة الأخيرة من حكم الفاطميين لمصر، أو ما يطلق عليه بعهد الوزراء، وسميت بعهد الوزراء لأن الوزراء هما كانوا الحكام الفعليين لمصر في هذا الوقت. أما الخليفة فكان حاكم رمزي بيحضر الحفلات والمناسبات العامة وهو الإمام المعصوم. الرواية بدأت بأسلوب الفلاش باك اللي أعتقد إن كاتبنا بيفضل النوع ده من الكتابات، كما حدث في رواية أوراق شمعون المصري، اللي بالمناسبة هسيب لكم مراجعة الرواية تحت في الديسكريبشن، رابط الرواية هسيبه تحت للي حابب يرجع ويشوف مراجعة أوراق شمعون المصري. الرواية بتدور بدأت بسنة 1161 حوالين البطل بطل الرواية يوسف، اللي هو كان حالة غريبة أو مزيج غريب، فأمه كانت مسيحية أرثوذكسية ووالده كان مسيحي كاثوليكي، وكان بيعمل تحت إمرة والي سني وهو والي الإسكندرية، وكل ده كان تحت الخلافة الفاطمية الشيعية. كان مزيج غريب، وكأن يوسف هو يمثل الشعب المصري بأعراقه وحضاراته المختلفة إبان هذه الحقبة. بالنسبة للحبكة، الكاتب وزع بشكل احترافي أحداث الرواية ما بين أشخاص وأماكن، أماكن عدة داخل مصر، ما بين الأسكندرية ودمياط والقاهرة والفسطاط والجيزة وقرية أبو حنس وقرية قوس. أبو حنس دي إحدى قرى مراكز ملاوي بمحافظة المنيا، وقوس تبع لمحافظة قنا. الكاتب رسم كمان الشخصيات بشكل دقيق جدا، ووظفه بشكل رائع، والشخصيات في بينها ترابط أو في بينها رابط يبدو واهيا في بداية الرواية، ويزداد وضوحا مع تقدمنا في قراءة الرواية. كل شخصية تحمل جانب خير وجانب شر، ما فيش شخصية مثالية، أحيانا بيبرز على السطح جانب الخير فيها وأحيانا بيبرز الجانب الغير خير، لكن كانت الأهم في الموضوع هو البحث عن الجوهر، جوهر
الإنسان وهويته اللي فضل بطل الرواية خلال مراحل الرواية المختلفة، وهو يبحث عن جوهره أو هويته. بالنسبة للغة فهي لغة عربية فصحى، سواء كانت لغة الحكي أو لغة الحوار الدائر بين أبطال الرواية. لكن اللغة الفصحى دي ما هياش لغة سهلة، ولا نقدر نقول عليها لغة معقدة. أنت هتحتاج في بعض الأوقات تبحث عن معاني بعض المفردات على جوجل مثلا، وهديكم مثال عشان تفهموا وجهة نظري في موضوع المفردات اللي هي ممكن تقف قصادك أنت وبتقرأ وتبقى عايز تعرف معانيها. كل أجبية، يعني كل ساعة، ودي كلمة أصلها قبطي بمعنى ساعة. عتى في السن، يعني كبر في السن. يدفع برطلة، يعني يدفع رشوة. رشم الصليب، يعني عمل علامة الصليب على الجسم والوجه. كورة، يعني مجموعة أو إقليم أو جماعة. عاشق مدبول، يعني عاشق ذهب عقله من شدة العشق. بالنسبة لغلاف الرواية، أنا أعتقد أن الغلاف مناسب جدا زي ما احنا شايفين، وبيحتوي على حمامة، وكان الكاتب بيستخدم الحمام الزاجل كثيرا، حيث كان مسؤول المراسلات بقصر الوالي. وفي وراء الحمامة في الخلفية نشاهد قرص الشمس، في دلالة على وجود دائما أمل، أمل في الوصول إلى الحقيقة، حقيقة الجوهر أو حقيقة الهوية. صورة الورد وأغصان السعف لها علاقة برضو بالطبيعة المسيحية، لها علاقة بالعنوان اللي هو اسمه عهد دميانا. وهنا أحب أتوقف قليلا، إن فعلا أغلب أبطال الرواية كانوا من الأقباط المسيحيين، والكاتب أعتقد من وجهة نظري كان موفق في الأمر ده، لأن كانت فئة الأقباط المسيحيين في إبان هذه الفترة كانوا هم يعني أصل الشعب المصري، لأن ساعتها كان في أعراق مختلفة وكان في ثقافات مختلفة دخلت على مصر في هذا الوقت، وكان منهم طبعا الحضارة الإسلامية، سواء كانت حضارة فاطمية كان بتحكم وقتها، أو كان في مماليك، كان في يونانيين، إغريقيين، كان في خليط غريب موجود في الشعب المصري. حتى كان في عسكر سودانيين، وكان في قبائل جاية من غرب أفريقيا، وكان الشعب المصري عبارة عن بوتقة فيها العديد والعديد من الحضارات. فأنا أعتقد أن الكاتب كان موفق في اختيار أبطال الرواية أقباط مسيحيين. بالنسبة لتقييم الرواية بالدرجات، أنا مش هقدر أقيم الرواية بالدرجات، لأني فعلا متحمس للرواية. طالما أنت متحمس للرواية بلاش تديها درجات، لكن هترك التقدير ده لحضراتكم تقولولي في الكومنتات بعد ما تقروا الرواية. طبعا الرواية طبعا ليها تأثير قوي على الجانب الأخلاقي والجانب النفسي لكل إنسان فينا. أنا يعني فعلا أثرت برضو رواية فيا بشكل خاص. رواية تحمل الطابع الفلسفي الأخلاقي بخلفية تاريخية واضحة، تحرر فيها الكاتب الصدق بشكل يشكر مجهوده فيه بصراحة، سواء الصدق في أحداث الرواية التاريخية أو في الأماكن التي حدثت فيها هذه الرواية. في العديد من الاقتباسات الجميلة جدا، منها الاقتباس اللي احنا ذكرناه في بداية الحلقة، وفي منها بعض أبيات الشعر اللي جاء على لسان بطلة الرواية يوستينا حبيبة يوسف. يوستينا قالت بعض الأبيات اللي أنا مش عارف هو الكاتب ألفها فعلا ولا هو اقتبسها من مكان ما، لو حد عنده فكرة يا ريت يقول لي، أنا بحثت بس ما وصلتش نتيجة. الأبيات دي ذكرتها يوستينا حبيبة يوسف، اللي هي كانت في حيرة من أمرها، لأنها كانت متزوجة من أحد
حكام، يعني الحكام في هذه الفترة زي ما هنشوف في الرواية. المهم عندي دلوقتي إن أنا أقول لكم بعض الأبيات يمكن تعجبكم. يا سيدي أعذر في الهوى قلبي، فما حيلتي بين الهجر والذنب؟ أحلال من تعاف النفس معشره، وحرام من ينير بصلة دربي؟ فإن كان هجر الذنب مكرمة، فكرمك حل الإثم عن ذنبي. ده الأبيات اللي ذكرها الكاتب على لسان يوستينا. أحيي الكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي على رواية عهد دميانة، وأتمنى المزيد والمزيد من الروايات التاريخية اللي بصراحة بتفيدنا على المستوى التاريخي والمعرفي والفلسفي أيضا. ودي كانت نهاية حلقتنا اللي أتمنى أنها تحوز إعجابكم، وإلى مراجعة وكتاب آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.